أحمد إضرابا عن الطعام من يوم الاثنين. انتشار وباء حمى الضنك بين المعتقلين في سجن بير أحمد باب جديد لمأساة عنوانها الإمارات وأدواتها في عدن. مطالبات رابطة أمهات المختطفين بإنقاذ السجناء نتيجة تفشي وباء حمى الضنك في سجن بير أحمد تكشف عن معاناة وإهمال متعمد دون أي رعاية صحية، وتضاف إلى التعذيب وسوء المعاملة التي يتلقاها أبناؤهن في سجون الحزام الأمني بعدن. الرابطة تتهم إدارة السجن بتعمد إهمال السجناء وتحمل حكومة هادي مسؤولية ما يتعرض له أبناؤهن نتيجة تفشي الأوبئة بين المعتقلين. يبقى المعتقلون والمخفيون قصراً مغيبين عن هذه الأمور، وهم الذين يعانون بشكل مستمر من سوء المعاملة بما فيها سوء التغذية والتهوئة وعدم توفر المياه. تحذيرات كثيرة أعقبت بيان الرابطة من اجتياح الأوبئة للمعتقلين وسط إهمال يفاقم حالة السجناء ويهدد حياتهم بالموت في عزلتهم القسرية. أهالي المعتقلين أطلقوا مناشدات للجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن للمطالبة بتوفير الرعاية الصحية للسجناء والمعتقلين ونقل المرضى منهم إلى المستشفيات للعلاج. المناشدات أثمرت عنها استجابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المختطفين لتجد بينهم مصابين بالملاريا وحمى الضنك. إزاء هذه المأساة يمسك التحالف بحالة من الإنكار، حيث وقف منذ أيام قائد التحالف العربي بعدن العميد مجاهد العتيبي لينفي وجود أي مخف قسريا أو مختطف في مقر التحالف منذ استلام مهامه، مؤكدا ألا علم له بأي مخف في أي مكان آخر. رابطة أمهات المختطفين كانت قد وثقت حالات 38 مختفيا قسريا و56 معتقلا تعسفيا في سجن بير أحمد.